مفيش مكان يا استاذ. ما كلنا نساعد بعض يا سيدي. الاسانسير هيقع بينا ونموت. ما انا هموت معاك وانت هتموت لوحديكم. طب لو تسمح بقى من فضلك. طب ما مفيش حاجه هذا. انت رايح فين؟ مش هتوصلنا بسكتك؟ العربيه تعبانه ما تستحملش غير نفر واحد. تعبانه؟ والله ما حد تعبان غيرك يا اخي. يلا يا عز. لا انا طلع تاني. ليه؟ معلش بعدين هقول لك. دورت عليك في الشارع كله. حلو قوي البلوزه دي، شيك. فكرك كده؟ طبعا. لعلمك بقى نفهم قوي في لبس الستات. يا فندم من فضلك البلوزه اللي في الفاترينا اللي بيتي المشجره؟ ايوه. اتفضلي. ده قماشي ايه ده؟ حرير طبيعي يا فندم. حرير طبيعي. بكام؟ ب22 جنيه. ياه مش معقول. العكس دي رخيصة قوي. طبعا رخيصة، كفاية ذوقها. طب ادفع انت بقى تمنها. انا؟ طبعا ادفع تمنها. قوي قوي، ده انا حتى لسه قابض النهاردة. هناخدها. كيس. هي راحت فين؟ خرجت يا فندم. خرجت؟ دي تنفع رجالي؟ لا لا. حاضر حاضر. تعالي كده. الو. مساء الخير يا مهدي. مساء النور يا حبيبتي. محمود. ايه يا اسطى دي؟ انا جوز امك يا بنت. اللي اتجوز امك يبقى ايه؟ يبقى عمي. طب ما بتقوليليش عمي ليه؟ انا نفسي اقول لك يا بابا مش يا عمي، بس انت بتعمل بمقام الكلمه دي. اعمل ايه يعني؟ مثلا يعني ما تقولش النهارده هاتي المهيه. ابي هبطي ايدك. شوف اديك رجعت لكلامك. امال عايزه تعيش في البيت ده سفلاه واكله شاربه نايمه على حسابي؟ كنت دي التكايه اللي سابها لك ابوكي من غير تلبيك. انا داخله اجيب لك 10 جنيه. مش كفايه؟ لا كفايه. وحل عني بقى، انا عايزه الكيس الشهر ده. هو انتوا كل اول شهر النهارده؟ ما تستهدوا بالله، خلونا نتغدى. مش هتدوق الزياده لما تقبضني المهيه كلها. مش واكله يا عزه. عزه مبسوط يا اخويا؟ طب عليا النعمه ما انا خارج النهارده. اما اشوف هتخرجي تاكلي ولا لا. مش هخرج ومحدش فايق من ده، وانا هنام بقى للصبح. هكسر الباب. ايه ده بقى يا محمود، مش وقته. فين الازازه؟ يو ازازه ايه؟ انت مش هتتغدى يا معلم؟ مش قادر استحمل. شوف البنت دي هتحجن على طول. الله يخرب بيتي بنت يا خرابي. يا صباح الفل. حضرتك عاوز ايه تاني؟ لا انا عايز تمن البلوزه. وانا خدتها. خلاص اقدمها لك هدايا. بمناسبه ايه؟ معجب. فحضرتك عايز ايه يا سمعة؟ انا انت متجوز؟
لا. خاطر؟ لا. مطلق ولا أرمل؟ لا. تجوزني؟ نعم. نعم ايه؟ ومع السلامة، وإياك تمشي خطوة واحدة ورايا. طب هدي نفسك كده ونتفاهم. نتفاهم على ايه؟ هو جواز كده بالهبولة؟ أبدا، أنا شفت إن كريم وشهر لما دفعتلي تمن البلوز يعني عجبتني. شاكرين أوي. طب اتفضلي نقعد في حتة ونتفاهم. اتفضل. ايدك. شكرين. انت ماهيتك كام؟ ولزومه ايه السؤال ده؟ مش لازم اعرف عنك كل حاجة؟ امال هتتقدم لي ازاي؟ انا محاسب في الشركة، بقبض 45 جنيه. ليه؟ انت في الدرجة كام؟ في الرابعة. تبقى بتقبض 48 جنيه و16 قرش و4 مليم. انت هتسمسر في المهية من دلوقتي ولا ايه؟ غريبة، عرفت ازاي؟ انا بشتغل في الحسابات وكل شهر بكتب كشوف المهيات. المهم عليك التزامات، سلف، اقساط. عليا سلف، علشان كده بيخصموا المهية 3 جنيه كل شهر. بساعد اهلك بحاجة؟ ابوي وامي تعيش انت، ولي اخ مهاجر في استراليا. خلصت الجيش؟ من زمان. ولعلمك بقى انا اشتركت في النكسة وقبل اكتوبر صرحوني. الحمد لله، والا كنت عملت لنا نكسة تاني. المهم ساكن لوحدك؟ ايوه في الظاهر 18 شارع المدينة جنبي بتاع القصب. شقتك كم اوضة؟ اوضتين بس. ممكن بقى تبطلي اسئلة وتديني فرصة اسألك انا؟ انت عندك ورث ولا ايراد خارجي؟ لا. يبقى مفيش داعي تتقدم، هرفضك. عشان ايه؟ عشان فقير. انا عاوزه واحد مستريح. ريحتيني. انا برضو ما بفكرش في الجواز. جواز يا شيخه، خلينا اصحاب. اصحاب يعني ايه؟ نتقابل، نحب بعض، نحل مشاكل بعض. ايدك. خلاص شلت ايدك. تحت الضحنة باين. افندم، نص الحساب كام؟ نعم. لا اصلها بتهزر. انا بتكلم جد، نص الحساب كام؟ 18 قرش. خد، خلي الباقي علشان باي باي. ما بحاول لك على حاجه. طب مش اوعى، خليك مطرحك. دي مجنونه باين. اهلا ست عزه، تاخرت كده ليه؟ وحياتك ما تحاولش تعكنن عليا، انا راجعه روحي في مناخيري. انت هتوشينا يا بت، انا صبرت عليك امبارح لكن النهارده لا. قلت لك مش هدفع ولا مليم، لازم احوش قرش عشان اعرف اتجوز. ارسان اليومين دول فقرانين وعجمانين. ارسان؟ ارسان ايه يا بت؟ في ايه تاني بتزعق ليه؟ البت بينها مولفه على واد بيضحك عليها وياخد فلوسها. يا نهار اسود، صحيح الكلام ده يا عزه؟ انت حاسه ده ايه كمان؟ هو مخلي لي حاجه ومستعجل على الجواز ليه؟ ده حتى جوازي يخلي جسمك يفشل زي امك. عن اذنك عشان عايز اغير هدومي. طب ما تقلقي، هو انا غريب؟ ايوه غريب. ده انا هدومك يا بت. سيبها دلوقتي يا محمود. البت دي هتجنني. فين الازازه؟ تعالى يا اخويا. مفيش واحد عليه القيمه يجي يخلصني من البيت الزفت ده. تجميله في فقرك يا مدحت الزفت. نمرة الشركه بتاعته اهي، خدي كلميه. كل اللي عرسان اليومين دول على قد حاله، ما تحلميش، هو ده اللي يخلصك من الهم اللي انت فيه. بس مدحت ده شكله مش بتاع جواز ابدا. هو في راجل بتاع جواز، احنا اللي بنتجوزهم. ها ردت؟ طب كلميه. الو، ايوه شركه الاسمنت، من فضلك ممكن اكلم الاستاذ مدحت؟ مدحت مين يا فندم؟ هو اسمه مدحت ايه؟ مش عرفني، مش انت اللي قابلتيه؟ الو، مدحت المحاسب، محاسب عندكم. اه حاضر، لحظه واحده. الو مين؟ استاذ مدحت. حذر فذر، انا مين؟ اطلع من الخط يا مكاوي. ازيك يا نفيسه؟ نفيسه؟ انا مش نفيسه. اه
لا مؤاخذة، أصل الواد مكاوي بوظ الخط. ازيك يا فيكتوريا؟ كل دول تعرفهم؟ يخرب بيتك يا منيل. تبقى أنت عزة. لا مؤاخذة، أصل كل دول تبع الشغل. الشغل عندنا هنا كله ستات. لكن إيه؟ وحياتك ما بعبرش ولا واحدة فيهم. أسر الكلام. أنا عاوزة أقابلك. أهلاً 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 وسهلاً. أنا تحت أمرك. أنا عازمك على الغداء. لا 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 لا، لازم نتغدى سوا. باي باي، مع السلامة. الجواز